أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورب وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. تحدثنا إخواني وأخواتي الكرام في المحاضرة قبل السابقة بخصوص ظواهر الرسم العثماني، مثل ظاهرة الحذف والزيادة والإبدال والهمزات والوصل والفصل، وما فيه قراءتان ورسم على إحداهما. وتحدثت في المحاضرة السابقة عن تفسير لبعض ظواهر الرسم العثماني. نأتي في محاضرة اليوم لكي نتحدث عن الرسم العثماني، هل هو توقيفي أم اصطلاحي؟ طبعا نأتي إلى مقدمة بسيطة، أن معظم الكتابات تمتاز بعدم المطابقة بين الرموز المكتوبة والأصوات المنطوقة. طبعا في الكتابة العربية قبل أن يبدأ علماء اللغة على ضبط قواعد هذه اللغة، مظاهر عدم المطابقة، كانت هناك بعض المظاهر في رسم المصاحف الأولى المجردة من نقط الإعجام ونقط الإعراب، مثل مثلا حذف كلمة ملك في مالك يوم الدين، حذف الألف، العالمين، حذف الألف، وإبدال الألف واو في مثلا الصلاة، الزكاة، وزيادة الواو مثلا في أولئك، والياء في بأيد، وغير ذلك. طبعا كان جمهور العلماء جميعا المنشغلين برسم بعلم رسم المصاحف ينصون على وجوب اتباعه في كتابة المصاحف، لكن ظهر بعض العلماء المتأخرين نسب إليهم القول بأن رسم المصحف توقيفي. أحبائي الكرام، ينبغي ألا نخلط بين مسألتين. المسألة الأولى هي وجوب اتباع رسم المصاحف المعبر عنه بالرسم العثماني، والأمر الآخر هو القول بأن ذلك الرسم توقيفي. طبعا هنا رأيين في ذلك، الأول يقول أنه توقيفي، والرأي الآخر يقول أنه اصطلاحي، ولكل من أصحاب هذين الرأيين طبعا أدلة سوف نتعرض إليها بالتفصيل. ولكن حتى نكون واضحين في هذا الموضوع، يجب أن تعلموا أن الذي فتح موضوع أن الرسم توقيفي أم اصطلاحي هو الشيخ عبد العزيز الدباغ من الشيوخ المتأخرين، توفي في العام 1132 هجري. فعندما سألوا تلميذه أحمد بن المبارك في كتابه الإبريز، فقال له: هل رسم المصحف على الصفة المذكورة صادر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من سادتنا الصحابة؟ فقال: هو صادر منه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر الكتاب من الصحابة أن يكتبوه على الهيئة المذكورة، فما زادوا ولا نقصوا، رضي الله عنهم على ما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام. فتلميذه أحمد بن مبارك يرد على شيخه فيقول له: فإن جماعة من العلماء رحمهم الله ترخصوا في أمر الرسم، وقالوا إنما هو اصطلاح من الصحابة، جروا فيه على ما كانت قريش عليه تكتب في الجاهلية. فأجاب بقوله: ما للصحابة ولا لغيرهم في رسم القرآن العزيز ولا شعر واحدة، وإنما هو توقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة أحرف ونقصانها لأسرار لا تهتدي إليها العقول، لا تهتدي إليها العقول.
وما كانت العرب في جاهليتها ولا أهل الإيمان في أديانهم يعرفون ذلك ولا يهتدون بعقولهم إلى ذلك. ويضيف أيضا أن كل ذلك لأسرار إلهية وأغراض نبوية، وإنما خفيت على الناس لأنها من الأسرار الباطنية التي لا تدرك إلا بالفتح الرباني. طبعا سوف نتعرض إلى هذه الآراء المختلفة، أن رسل عثماني توقيفي أم اصطلاحي. نبدأ بسم الله تعالى. السؤال الخاص بهذه المحاضرة: هل الرسم العثماني توقيفي أم اصطلاحي؟ طبعا أثارت، قلنا قبل قليل، أن قضية الرسم العثماني جدل بين العلماء، فمنهم من يرى أنه توقيفي عن الرسول وعن الصحابة حيث أمرهم بكتابته صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ومنهم من يرى أنه اصطلاحي ولا مانع من مخالفته وكتابته بالطرق الحديثة تحقيقا للمصلحة العامة للمسلمين. طبعا العلماء لهم في هذا ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن رسم المصحف توقيفي لا يجوز تغييره وتحرم مخالفته، شأنه في ذلك شأن ترتيب صور القرآن وآياته، لا يجوز لنا يعني أن نقدم أو نؤخر منها، وهو يعني مذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا، ونقل كثير من العلماء الإجماع على ذلك. المذهب الثاني أحبائي الكرام أن رسم المصحف ليس توقيفيا، وأنه لا مانع من تغيير هذا الرسم حسب ما تقتضي قواعد الرسم الحديثة. طبعا ممن ناصر هذا المذهب أبو بكر البقلاني وابن خلدون وكثير من العلماء المعاصرين. المذهب الثالث هو جواز كتابته بالرسم الحديث لعامة الناس حسب قواعد الخط في أي عصر، مع الإبقاء على الرسم العثماني والمحافظة عليه للعلماء والخاصة. يعني المذهب الثالث أحبائي الكرام يعني بقول أنه لابد أن يكون لرسم المصحف خطين، خط إملائي لعامة الناس بالخط الحديث يعني، ورسم عثماني للعلماء والخاصة. طبعا ممن ناصر هذا المذهب أيضا أبو بكر البقلاني وابن خلدون. سوف نتعرض الآن لكل مذهب من المذاهب الثلاثة هذه، نذكر ما له وما عليه. نأتي الآن أحبائي الكرام إلى أدلة المذاهب. نأتي إلى أدلة المذهب الأول. أصحاب المذهب الأول يستدلوا على صحة مذهبهم بأن رسم العثماني توقيفي بالأدلة الآتية: أولا الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على توثيق النص القرآني من جهتين. الجهة الأولى وهي الحفظ، فقد كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحفظ كل ما ينزل عليه بالوحي ثم يقرأ أصحابه بما حفظ ويأمرهم بحفظه. الثاني الكتابة، كان النبي عليه الصلاة والسلام له كتاب يكتبون له الوحي ثم يراجعهم فيما كتبوا حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت أكتب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يملي علي، فإذا فرغت قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ، فأقرأه، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به للناس. يعني إن كان فيه سقط يعني خلل، يقوم زيد بإصلاحه ثم يخرج به إلى الناس بعد أن يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. حديث الآخر أحبائي وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يأتي عليه من الزمان وهو تتنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا أنزل عليه شيء منه دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات
في الصورة التي تذكر فيها التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية يقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يلحق بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب على هذه الصورة، وطبعا لم يكن مجموعا في مكان واحد، كان على اللخاف والرقاع والعصب وجلود الأدم وغيرها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشدهم إلى الطريقة المثلى في الكتابة بوحي من جبريل عليه السلام. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه: ألقي الدواء وحرف القلم وأقم الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم. طبعا هذه أمور تتعلق بإيش؟ بتحسين وتجويد الكتابة. يعني مثلا أقم الباء، يعني اجعل حرف الباء مرتفع عن السين، وفرق السين، ترى في السين لها ثلاث أسنان، يعني ابعد كل سن عن الآخر. طبعا هذه أمور تتعلق بتجويد وتحسين الكتابة. يقول القاضي عياض بعد أن أورد هذا الحديث: وهذا وإن لم تصح الرواية عن النبي أنه كتب، فلا يبعد أن يرزق علم هذا ويمنع القراءة والكتابة. يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف: ولا ينافيه ما قيل أن النبي كان أميا لم يتعلم الكتابة، لأن الإملاء بالتلقين على هذا النحو لا يستلزم تعلم الكتابة بالمعنى الذي نفي عنه صلى الله عليه وسلم، فإن الأول إيحاء وإعلام محض بهجاء الكتابة ورقومها بدون تعلم وكسب، والثاني تعلم كسبي وعمل يدوي كما يتعلم أحدنا مبادئ الكتابة ثم يقرأ ويكتب، وإنما لم يتعلم الكتابة أو يكتب لئلا يظن أنه مصنف القرآن فيرتاب في أمره، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فإذا الكتابة لم تقع منه من النبي عليه الصلاة والسلام لا عن وحي ولا عن تعلم ولا عن غريزة ينشأ عنها نظم الكتابة كما ينشأ الشعر عن سليقة العربي. الآن لا يوجد خلاف بين كل العلماء أن القرآن كتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة رضي الله عنهم على هذه الكتابة، والتقرير هو أحد أقسام السنة كما نعلم، وهو حجة عند المحدثين والأصوليين. فلو كان هناك خطأ في الكتابة لما أقرهم على ذلك، لأنه يناقض صريح قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا حكينا عن الشيخ عبد العزيز الدباغ أنه رسم القرآن هو سر من أسرار المشاهدة وكمال الرفعة، وهو صادر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم المصحف ولا شعرة واحدة، وإنما هو بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانها ونحو ذلك، لأسرار لا تهتدي إليها العقول إلا بفتح رباني. طبعا لاحظوا هنا أحبائي أنه هنا في نظرة صوفية في الموضوع، وهو سر من الأسرار التي خص الله بها كتابه العزيز دون سائر الكتب السماوية، فكما أن نظمه معجز فرسمه معجز أيضا. طبعا الدكتور غانم غدوري يرد على هذا التعليق من صاحب كتاب الإبريز، سوف أذكره إن شاء الله في نهاية هذه المحاضرة بإذن الله. الآن خلصنا من فعل النبي، الآن نأتي إلى فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو الدليل الثاني على أن الرسم العثماني هو توقيفي. طبعا الصحابة، فعل الصحابة زي أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة وأمر بجمع القرآن، كتبه بنفس الكتبة على نفس الهيئة التي كتب عليها أيام الرسول عليه الصلاة والسلام،
ثم جاء بعد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأمر بنسخ المصاحف من صحف أبي بكر على هذا الرسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الاقتداء بالخلفاء الراشدين والتمسك بهديهم وبفعلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ومن كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نأتي إلى الدليل الثالث من أدلة أصحاب الرأي الأول، وهو أن الرسم العثماني توقيفي، وهو الإجماع. يعني نحن نعلم أن القرآن جمع وكتب في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأن عثمان لما نسخ المصاحف من الصحف التي جمعت في عهد أبو بكر الصديق وأرسلها إلى الأمصار المختلفة، تلقى الصحابة هذا العمل الذي عمله عثمان بالرضا والقبول، ولم يشذ أحد منهم على ذلك، وكانوا وقتها 12,000 صحابي، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا العمل وعدم جواز مخالفته، وتبعهم في ذلك التابعون والأئمة المجتهدون وأئمة القراءة في جميع العصور. سئل الإمام مالك رضي الله عنه فقيل له: أرأيت من استكتب مصحف اليوم، يعني بده يكتب مصحف الأيام هذه، أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الهجاء اليوم، يعني يكتبوا برسم الإملاء الحديث؟ قال: لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكتبة الأولى. فيقول أبو عمرو الداني رضي الله عنه بعد أن حكى كلام الإمام مالك: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياء أو ألف أو غير ذلك. يقول القاضي عياض: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين، مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس، أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص حرفا قاصدا ذلك أو بدله بحرف مكانه أو زاد حرفا مما لا يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع، وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا، أنه كافر والعياذ بالله. طبعا الجعبري أيضا وغيره نقلوا إجماع الأئمة الأربعة أحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، نقل إجماعهم على وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني. أيضا في شرح العقيدة الطحاوية للطحاوي يقول: ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن ينظم الكلمات كما هي في مصحف عثمان رضي الله عنه لإجماع الأمة على ذلك. يقول الزمخشري في الكشاف في تفسيره في تفسير قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. يقول الزمخشري: وقعت اللام في المصحف مفصولة عن هذا، خارج عن أوضاع الخط العربي، وخط المصحف سنة لا تغير. يعني يقصد أنه اللام هنا جاءت مع الماء ولم تأتي مع هذا، يقصد أنه يعني حسب اللغة العربية والنحو هذا
وقالوا ما لهذا، يعني ماله عساه، إيش ماله الرسول يعني تفسيره يعني. فهنا اللام لاحظوا أني جعلتها باللون الأحمر حتى أميز بينها، أنها يعني حسب قواعد النحو لا بد أن تكون ملاصقة لهذا وليس لما. فيقصد الزمخشري أنه هنا يعني الصحابة رضوان الله عليهم ما كتبوا هذه يعني من رؤوسهم، وإنما كانت يعني بتوجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. البيهقي يقول في كتابه في شعب الإيمان: من كتب مصحفا فينبغي أن يحافظ على حروف الهجاء التي كتبوا بها تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيها، ولا يغير مما كتبوه شيئا، فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، فلا نبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم. نأتي إلى الدليل الرابع من أدلة أصحاب المذهب الأول، وهو القول بأن الرسم العثماني توقيفي. أن قواعد الإملاء عرضة للتغيير والتبديل من جيل إلى جيل ومن بلد إلى بلد. فلو كتب المصحف حسب الرسم القياسي وقواعد الإملاء الحديثة، لأدى ذلك إلى اختلاف المصاحف، ووقع الناس في الإشكال ذاته الذي وقع أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي يعني جعل الإمام عثمان يأمر بنسخ المصاحف، فلا يعرف الشامي القراءة في المصحف المصري، ولا المغربي القراءة في المصحف المشرقي، وهكذا تعود المشكلة، مشكلة الألفاظ قريبة من المشكلة التي حدثت أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. كما أن إخضاع المصحف للرسم الإملائي ربما يكون مدعاة من قريب أو من بعيد إلى التغيير في جوهر الألفاظ والكلمات القرآنية من أعداء الإسلام طبعا، وسد الذريعة أصل من أصول الشريعة الإسلامية، فيجب سد هذا الباب على كل من تسول له نفسه المساس بقدسية القرآن الكريم وبقاء الرسم العثماني كما هو. نأتي أحبائي إلى خامسا أو الدليل الخامس من أدلة أن الرسم العثماني التوقيفي، هو أن تلاوة القرآن لها أحكام خاصة لا يمكن أن تعرف إلا بالتلقي والمشافهة، حتى يصل سند التلقي والإقراء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. طبعا هذه خاصية اختص الله بها سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وبقاء الخط العثماني يدفع المسلمين إلى الحرص على التلقي من أهل الاختصاص، فتبقى سلسلة السند متصلة. سادسا أو الدليل السادس، أن الرسم العثماني له خصائص ومميزات ليست موجودة في الرسم الإملائي. نأخذ بعض الأمثلة على هذه المميزات. أولا الإشارة إلى ما في الكلمة من أوجه القراءات، كالأمثلة التي تقدمت عند الكلام على كيفية اشتمال المصاحف على ما استقر وصح نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تنسخ تلاوته، وقلنا موافقة القراءة لرسم المصحف شرط من شروط قبولها. إذن ارتباط الرسم العثماني بالقراءات ارتباط وثيق الصلة، ولا يمكن أن يقوم مقامه أي رسم آخر. نأتي إلى بعض الأمثلة في هذا الصدد. مثلا هاء التأنيث رسمت أحيانا بالتاء ورسمت أحيانا بالهاء، وليس هذا من قبيل الصدفة، وإنما هو تابع للقراءة ومحقق لها. فكلمة بينة مثلا وردت في القرآن الكريم في 19 موضع كتبت كلها بالهاء إلا موضع واحد كتبت فيه بالتاء، وهو قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. السبب في هذا أحبائي الكرام أن هذا الموضع فيه خلاف بين القراء،
فمنهم من يقرأ بالجمع بينات، ومنهم من يقرأ بالإفراد بينات، فرسمت بالتاء لكي تحتمل القراءتين. أما بقية المواضع فليس فيها إلا الإفراد، فرسمت كلها بالهاء. نأتي إلى الميزة الثانية من ميزات الرسم العثماني، وهو الدلالة على بعض لغات العرب. فالعرب أحبائي الكرام يفتخرون بأن القرآن الكريم نزل بلغتهم وكتب أيضا على لغتهم. فمثلا كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة في بعض المواضع للإذان بجواز الوقف عليها بالتاء على لغة طيء، قبيلة من قبائل العرب اسمها طيء، كما في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكتبت أيضا، وكتبت أيضا في سورة النحل بالهاء للدلالة على بعض لغات العرب. أيضا من أمثلة ما جاء محققا لبعض لغات العرب، مثلا على لغة هذيل، قبيلة من قبائل العرب اسمها هذيل، حذف ياء المضارعة من غير جازم، كما في قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فقد حذفت الياء من يأتي وليس قبلها جازم على لغة قبيلة هذيل. أيضا اتصال السند من أهم المميزات التي يتميز بها الرسم العثماني، أنه يؤدي إلى اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان مرسوما على الرسم القياسي لاستغنى الناس عن التلقي من أفواه المشايخ المتقنين واكتفوا بالقراءة في المصاحف، فيفوتهم معرفة ما فيه من طرق الأداء من المد والقصر والإدغام والإظهار والتحقيق والتسهيل والفتح والإمالة والترقيق والتغليظ والروم والإشمام وغير ذلك من القواعد التي لا يمكن الوقوف عليها ولا أداؤها بطريقة سليمة إلا بالتلقي والمشافهة. يعني أحبائي الكرام، أذكر وأنا يعني طفل صغير لما قرأت كاف ها يا عين صاد، قرأتها وأنا طفل صغير يعني قبل أن أتعلم قراءة القرآن، قرأتها كهيعص، وقرأتها حم، وقرأتها عسق، وقرأتها طسم. فالإنسان المسلم الذي يريد أن يقرأ القرآن بطريقة سليمة لابد أن يسمع نطق هذه الكلمات القرآنية من أفواه المشايخ والمعلمين المتقنين. تقرأها هكذا كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف طاسين ميم ياسين. إذن اتصال السند هو خاصية من الخصائص التي اختص الله بها الأمة المحمدية، لا سيما في تلاوة القرآن الكريم. نأتي إلى الميزة الثالثة من ميزات الرسم العثماني، وهي الدلالة على أصل الحركة. طبعا نحن نعرف أن الكتابة العربية أو كتابة المصاحف أخذت خطها من خط الحجاز الشمالي، وخط الحجاز الشمالي أخذ من الخط النبطي، والخط النبطي طبعا أخذ من الخط الأرامي. فلذلك نلاحظ أن المصاحف العثمانية انتقلت إليها يعني عدم النقط والشكل من الكتابة النبطية. فبنلاحظ مرات هنا في حذف الألفات الوسطى، بنلاحظ كتابة التاء هاء التأنيث على شكل تاء، وبنلاحظ برضو تجزئة الكلمة إلى في سطرين وغيرها من الأمور، وعدم اختراع الهمزة. يعني في أمور كثيرة كانت موجودة في الخط النبطي وانتقلت إلى الخط حجاز الشمالي، ومن ثم انتقلت إلى كتابة المصاحف العثمانية.
فكانت المصاحف خالية من النقط والشكل، نقط الإعراب ونقط الإعجام، فلذلك أشير إلى بعض الحركات بحروف تدل عليها، مثل الياء في قوله تعالى: لقد جاءك من نبأ المرسلين. فهنا أحبائي الكرام لو لاحظتوا في كلمة نبأ، فبتلاحظوا زيدت الياء بعد الهمزة للدلالة على الكسرة. طبعا بعض العلماء علله بأن فيه إشارة إلى كثرة ما جاء من أخبار المرسلين في القرآن الكريم من تحمل الأذى والصبر حتى جاءهم نصر الله. أيضا مثال آخر قوله تعالى في سورة الأعراف: سأريكم دار الفاسقين. لاحظوا هنا زيدت الواو في سأريكم للدلالة على أن الهمزة مضمومة. طبعا بعض العلماء يرون أن الزائد هو الألف، والبعض الآخر يرون أن الواو هي يعني صورة للهمزة. أيضا من ميزات الرسم العثماني هي الدلالة على أصل الحرف،